يشدون عيون وديا ويعذبوني بور بلاستيك. اعترف انك رحت ويا داعش يوم. انا قلت لهم ما رحت. خلوني قصبا عني اعترف. هاي نوعة التعذيب بجي قاعرة يجي طفيها. وكيبلات وبالبواري يضربونا يعذبونا. ابني ما عنده اي صلة بداعش ولا تدريب مع داعش. بس قر ناس اتهمتهم من وراء ابوه. يلا واحنا سؤال وجواب ورجعوا لك. سؤال وجواب صار 4 أشهر. يعني ناس تعاني بس اريد خبر عنه طيب ميت. ولي فار قالوا يعني صعبة هيل. لأن أنا صار لي 2 سنين و4 أشهر هالي ما شايف فرد مرة. يعني 24 ساعة أفكر بيهم.